السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد الاستعمال اللي عجيب وزوين لهذا الكلاسيير ديال الماء او لا الكولامان كما كيسميوها الاخوان ديالنا في المشرق. يلا تابعوا الفيديو حتى الاخير. للمكونات اللي كنحتاجو فهما ساهلين وبساط. كنحتاجو اطرو ديال الحليب، سنيده او السكر حبيبات، والياغورت بنكهه الفاني او الموز، غير الياغورت يكون عاقد ضروري. ونبداو على بركه الله في الوصفه. اول حاجه كنبداو بها غادي ناخذو كسرونه غادي نديرو فيها نص اطرو ديال الحليب، وغادي ناخذو سنيده. مهم على حسب الذوق، انا غادي ندير ملعقه كبيره، ممكن تزيدو او تنقصو على حساب الرغبه. غنزيد ندير ملعقه ونصف على حساب الحلاوه اللي كتفضلوا. غادي نحركو مزيان وغادي نوضعو فوق البوطه حتى يغلى ليا ونعاودو نتلاقاو. غادي ناخذ نصف لتر الاخر اللي هكا باقي اخضر، غادي نديرو زلافه وغادي نزيد عليه هاد الياغورت. هذا ممكن تزيدو سكر الفانيلا. نخلطوه مزيان حتى كيندمج لينا هذاك الياغورت مع الحليب. هنايا عندي الحليب من بعد ما فاض، غادي نبقى نزيدو تدريجيا على هاد الحليب. هذا نخلطوه مزيان حتى كنتاكدوا انه يعني اندمج مزيان. كويسات يعني القياس اللي بغيتو. وغادي نجي وغادي نبدا كنعمر هاد الكيسان ديالي. عمرت الكيسان، غادي نجيب الكلاسيير اللي فما كتعرفوا فهي عازله، كتعزل البروده وكتعزل كذلك حتى السخونيه، كتحافظ حتى على السخونيه. لذلك غادي نستعملوها باش نحضروا بها الريب بلا ما نحتاجوا لا مطايب لا كوكوط لا اله ديال الياغورت لا حتى شي حاجه. ودابا غادي ندير هاد الكيسان في القلب ديال الكلاسيير. شوفوا فانا وضعتهم وسط من الكلاسيير ديال الماء ونقربهم لبعضياتهم. كما كتشوفوا ودابا غادي نجيب السلوفان باش ندير لهم واحد الطبقه من الفوق. شوفوا فانا غطيت هذوك الكويسات بالسلوفان وغادي نزيد عليهم واحد المنديل من الفوق وصافي. ودابا غادي نغلقها كما كتشوفوا، ضعت عليها منديل من الفوق وغادي نسدها عادي.
وغادي نخليها تبات حتى الغد لي اولا تجلس ننتظروا عليها 6 ديال السوايع فهي كيكون الريب ديالنا وجد. نتلاقاو دابا من بعد ما دوز المده اللي قلت لكم باش نشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. دابا جا الوقت باش نحلو الكلاصير ديالنا ونشوفو النتيجة ان شاء الله. حيد هاد المنديل هانتوما شوفوا معايا النتيجة الرايب ديالنا ولا الياغورت كيصبح واجد. نديرو ليه امتحان هانتوما شفتو عاقد ما كيطيحش نهائيا ها. يعني النتيجة رائعة بالنسبة للناس اللي متيصدقش ليهم الرايب فيديرو هاد الطريقة هادي النتيجة راها مضمونة 100%. هانتوما شفتو النتيجة يعني الريب عاقد ما تيطيحش نهائيا. دابا غادي ندخلو الثلاجة على الاقل واحد الساعة باش يبرد مزيان ونعاود نوريكم القوام ديالو. دابا منين خرجتو من الثلاجة غادي شوفو هانتوما شوف كيفاش داير القوام ديالو يعني عاقد وكنوصلوا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى هاد الاستعمال اللي اقترحت عليكم ديال الكلاصير ديال الماء انه ينال الاعجاب ديالكم وتستعملوه باش تحضروا الرايب المنزلي اللي كيكون اللي تيصدق من التجربه الاولى بالنسبه للناس اللي تيصدقش ليهم. فغير اعتمدوا هذه الطريقه هذه راه غادي يصدق لكم 100% كيف ما كتشوفوا القوام ديالو راه بحال ديال المحلات تماما وما كتحتاجوا لا طنجره الضغط ولا اله ديال صنع الياغورت ولا ماء ساخن. يعني الطريقه بسيطه جدا. كنتمنى يعجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا بلايك وتعليق وانتظروني في فيديوهات اخرى ان شاء الله. الا كنتو مازال ما مشتركينش اشتركوا وفعلوا الجرس باش تتوصلوا بالجديد والمفيد. وبسلامه عليكم تهلاو في راسكم.